السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بالجميع في اليوم العالمي لسلامة الغذاء. يحتفل العالم اليوم للتذكير بالحدث الهام باليوم العالمي لسلامة الغذاء وبأهمية السلامة الغذائية وتعزيز التزامنا بضمان سلامة الغذاء للجميع. يعتبر السلامة الغذائية أساسية للحفاظ على صحة الإنسان والحد من انتشار الأمراض المنقولة عن طريق الغذاء. من هذا المنطلق فإن تعزيز التدابير الصحية والتزام المهنيين في قطاع الغذاء بالمعايير والتشريعات المحددة لضمان سلامة الغذاء تلعب دورا حاسما في الحد من انتشار الأمراض المنقولة عن طريق الغذاء واتباع الإجراءات الصحية اللازمة أثناء التعامل مع الأغذية. في الختام نحن نشجع جميع المشاركين في هذا الحدث العالمي على العمل سويا لتطوير حلول جديدة وتحسين الممارسات الحالية لضمان سلامة الغذاء في جميع أنحاء العالم. فلنعمل على تحسين صحة الإنسان والحفاظ على سلامة الغذاء للأجيال القادمة.